بس هل انا كنت لازم اقول ان انا يوتيوبر عشان تديني الاوردر بتاعي اللي دافع حقه؟ انا قاعد 4 ساعات بحل في مشكله مش مشكلتي اصلا. انا قلت مش هصيح تاني صح، وخدت فعلا اتجاه فعلا كده في القناه، ان انا بقالي 4 أو 5 فيديوهات انا ما بمسحش خالص، مفيش اي حاجه في ال5 أو 6 فيديوهات اللي فاتوا كان فيها صياح خالص، وفعلا معدل فعلا الصفحه فعلا كان زايد جدا جدا، وزدت فولورز كتير في الفتره دي. ولكن الفيديوهات دي اللي بتخليني فعلا اصيح، ان انا بحس ان في حد ممكن يتظلم مكاني فبطلع اصيح عشان الفيديو يجيب ريتش عالي والمطعم يحرم يعمل حاجه زي كده تاني او يصلح المشكله اللي عنده هنا. كنت بقلب ولقيت المفروض عرض من هارد اتاك عنده عروض اللي هي 100 جنيه بتاعه الفطار، 6 أو 5 عروض حاجه زي كده يعني. فقلت تمام حلو جدا جدا ان انا اجيبهم كلهم واصور عنهم فيديو اقول لك ازاي تعمل ايه ب 100 جنيه في العيد، يعني لو انت معاك 100 جنيه في العيد تاكل بيها ايه او الكلام ده يعني. وقبل ما يكون دعايه ليهم فهو برده المحتوى بتاعي اللي بقدمه، الناس ما تقوليش هارد اتاك مش محتاج دعايه، واطلب الاوردر من الرقم بتاعهم ويجي لي المندوب لحد باب البيت واخد منه الاوردر وادي له فلوس ويمشي، واكتشف ان المفروض انا ما عنديش ولا كان واحده ولا ازازه بيبسي واحده ولا كان زايه واحده، ومفروض ال6 عروض بتاع اللي هم ال 100 جنيه كل عرض فيهم في بيبسي، يعني المفروض يجي لي 6 بيبسي. قلت عادي مفيش مشكله عادي خالص، ضغط تعيد الكلام ده. كلمت المندوب وقلت له ان في مشكله، قال لي اه صح ده انا فعلا نسيت البيبسي وهروح دلوقتي اجيب لك دلوقتي بيبسي وارجع. لحد هنا مفيش اي مشكله خالص، المشكله فيما بعد كده. المندوب يقفل تليفونه، اقعد ساعه اتصل بيه المندوب يقفل تليفونه لحد ما قلت خلاص لازم ارجع بقى للمطعم تاني، جه في مشكله وانا الاوردر بتاعي ما وصلش كامل ودافع فلوسه والفاتوره اهي، بس علشان بس في العنوان والرقم الفاتوره اهي ودافع فلوسها كلها عشان ما حدش يقول لي انت بعت لك الاكل. اتصل بخدمه العملاء بتاعتهم واقول له ان عندي مشكله وفي حاجات ما جاتليش، يقول لي ثواني، واكتشف ان هو بعد ما يرجع يقول لي ان انت مش طالب حاجه اصلا من عندنا. طب قال له انا طالب اوردرات من عندكم في حاجه ناقصه؟ لا انت مش طالب حاجه اصلا، حرفيا ده الرد اللي قاله لي، انت مش طالب حاجه من عندنا اصلا، الرقم اللي انت بتكلمني من عنده مفيش اوردرات اصلا اتطلبت عليه، وانا معيش غير رقم واحد وانا واثق ومتاكد ان انا كلمت الرقم ده، رقمي انا عارف انا اتصلت بمين وعارف انا طالب الاوردر من رقم مين. يقول لي ان لا الرقم ده ما اتطلبش عليه حاجه، وعايز يقول لي بالبلد الجديد انت مالكش عندنا حاجه اصلا. بقول في داهيه بقى، وحسيت ان هو عايز يقفل المكالمه عشان يدخل على المكالمه اللي بعدها. فهنا رحت متجنن بقى، لا صباح الفل انا طالب اوردر ودافع فلوس، انت ازاي بتطلصقني في المكالمه اصلا؟ تو طب ايه العمل دلوقتي؟ قال لي والله انا موضح عندي ان انت مش طالب حاجه. تو طب انا عايز اي رقم اي حاجه تخليني اكلمهم شات ابعت لهم الريسيت، لان انا معايا ريسيت بالعنوان بالاسم بالرقم بكل حاجه. اداني فعلا رقم فعلا هارد اتاك اللي هو المفروض الارضي وعليه واتساب، ودخلت فعلا في الشات فهمت لهم كل حاجه وبعت لهم صوره الريسيت، محدش رد عليا. رحت مكلم هارد اتاك تاني فون طبعا مع شخص تاني عشان ده كول سنتر، فطبعا بيبقى شخص تاني فبتحكي القصه كلها من اول تاني، وحكيت لهم كل حاجه ولقيته بيقول لي والله انت مش باين عندنا ان انت طالب اوردر اصلا، للمره الثالثه على التوالي. هنا بقى استغربت فعلا ان انا يوتيوبر، اصل انت خلاص انت محدش بيرد عليك من عندهم، بيقول لك انت مش طالب حاجه اصلا. تو طب انا حضرتك دلوقتي انا بطلب دلوقتي اوردر عشان اصور بيه فيديو. لما عارف انا مين الدنيا كلها اتقلبت هناك، انا اكتر من 6 مكالمات لحد دلوقتي اتصلوا بيا كاعتذارات، وكان هم هيجيبوا الاوردر تاني، وفعلا مندوب فعلا لسه فعلا ماشي من شويه واخد مني الاوردر كامل واداني اوردر تاني، معرفش هم زودوا فيه حاجه، معرفش ايه اللي حصل اصلا في الاوردر التاني ده، هو مقفول زي ما هو تحت. بس هل انا كنت لازم اقول ان انا يوتيوبر عشان تديني الاوردر بتاعي اللي دافع حقه؟ انا ما رضيتش اديله اصلا ريسيت عشان ابين ان انا فعلا كنت مشتري فعلا حاجات بالريسيت، المفروض كنت اديله الاوردرات اللي فاتت بالريسيت، انا ما اديتوش الريسيت اصلا عشان اطلع اقول الكلام ده. تمام هتقولي المشكله اتحلت، ما هو المشكله اتحلت لما انا قلت ان انا يوتيوبر، لما انا قلت لهم ان الحاجات دي هتتصور في الفيديو، لكن لو حد تاني كان صباح الفل يا باشا من هنا للصبح يا باشا هاتي ومالكش حاجه عندنا، ما حدش يقول لي ان دي مشكله مطعم او اللي هو عشان احنا في العيد فالناس بتطلب اوردرات كتير والكلام ده، ده في اوردر جاي لي ناقص اصلا وبيقول لي انت مش طالب حاجه، ايه اللي دخل ده في الزحمه؟ طالب اوردر المفروض مكون من كذا حاجه، انت بعت لي الاوردر ناقص وبتقول لي انت مش طالب حاجه اصلا بعد ما اخده، هو انا لازم اقول لك ان انا يوتيوبر عشان تديني حقي؟ عشان بس بتقول لي انت بتصيح ليه ومحتواك كله صياح؟ حاجه زي كده المفروض ما اصيحش عليها وعادي، هطلع يا باشا اقول لك المكونات يا باشا بتاعه الاوردر كلها وكل يا باشا عرض فيهم ب 100 جنيه وجميل وانزل هات وكل حاجه، وانا ما يحصل معاك المشكله دي اصلا ولا حد يسمع لك، ولا اطلع اقول ان هنا في مشكله وانا عارف ان الفيديو ده هيجيب ريتش عالي وعارف ان المطعم هيكلمني بعد الفيديو ده وهيعتذر لي؟ هو اصلا اعتذر لي، بس اعتذر لي لما انا قلت ان انا يوتيوبر، بيني وبينك انا اصلا مقفول اصلا من الفيديو ده واتقفلت، انا اصلا كنت طالع اصلا فرحان وكنت اقول لك تعمل ب 100 جنيه، انت بوظت لي الدنيا خالص. انا طالب الاوردر الساعه 9، انت بتتكلم دلوقتي الساعه دلوقتي 11 او 12، انا قاعد 4 ساعات بحل في مشكله مش مشكلتي اصلا، المفروض ده الاوردر اللي هو اداهولي واشك ان ده اصلا يكون اصلا الاوردر بتاعي ومش مزودين فيه حاجه. حاول كده افتح كده الاوردر معاك وكده اشوف ايه اللي جالي اصلا، حاجه غلط لان انا حاسس الاوردر كتير قوي. طيب ماشي انا هحاول، طب كده اقول لك كل عرض فيهم اللي هو ب 100 جنيه ده كل عرض فيهم بيبقى ايه. اول عرض بيبقى اسمه كومبو بيف ب 100 جنيه، بيبقى سندوتش بيف ومعاه كولا ومعاه باكيت بطاطس. تعال نشوف كده فين السندوتش البيف. يا الله يعني انا عايز والله العظيم اوريكوا حاجه، انا عايز اوريكوا حاجه، لو جيت بصيت فوق كده هتلاقي كده ان كل الوجبات بدون خص، والاوردر فعلا اللي جالي فعلا كان بدون خص، ده كله بخص، يعني اظن ان هو باين يعني. ده المفروض جاي بيبقى الاوردر بيبقى سندوتش بيف والكولا بتاعتك وباكيت بطاطس بتاعك، كل ده هيبقى عامل 100 جنيه. سامحوني في الفيديو ده انا مش هعرف اقيم اي حاجه خالص، مش هقدر اقول لك السندوتش حلو ولا لا، لان انا اصلا متعصب منهم جدا، فشهادتي هنا هتبقى مجروحه، فعشان ما يكونش الحاجه حلوه اقول عليها وحش فانا مش هدوق اصلا، هقول لك بس العروض وانت لو عايز تختار العروض تمام، مش عايز براحتك. تاني عرض هو كومبو تشيكن برده عامل 100 جنيه، ساندوتش فراخ الكولا بتاعتك والبطاطس بتاعك كل ده عامل 100 جنيه. تالت عرض هو اسمه سناك 100، بيبقى كول سلو البيبسي بتاعك البطاطس بتاعتك العيش بتاعك وقطعتين بروست، المفروض هم بعتلي قطع عملاقه انا مش عارف دي بصراحه بتبقى مع الاوردر ولا هي عشاني، ودبوس، ودي كده سعرها 100 جنيه. العرض ده انا شايف ان هو مناسب جدا جدا، هو اسمه كومبو وور، ده بيبقى بطاطس البيبسي بتاعك قطعه بروست واحده وساندوتش عملاق كراب تشيكن، طبعا هطلبه طبعا بدون خص ولكن
ولكن برضو هو جالي بخص. ده لحد دلوقتي انا شايف ان هو مناسب اكتر، يعني انت هتدفع 100 جنيه هتاخد حاجات كتير قوي قوي فهتشبع. العرض ده اسمه كومبو ميكس، بيبسي بتاعك، البطاطس بتاعتك، كله سلو، قطعه بروست وطبق ريزو. برضو العرض ده برضو انا شايف ان هو مناسب جدا جدا، وكقيمه مقابل سعر تدفع 100 جنيه تاخد بيها حاجات كتير جدا. طبعا اخر عرض هو الستريبس، بيبسي، عيش، بطاطس وثلاث قطع ستريبس. ده لو انت عايز تنقنق، يعني ده انا حاسه ان انا اكتر. هما 6 عروض فطلع الاوردر مظبوط جدا جدا، ما زودوش حاجه. انا فكرت ان هو 5 عروض ففكرت ان هو في اوردر زياده، لا هما طلعوا 6 اصلا. بس انا طبعا اسف طبعا ان انا طبعا ما اكلتش، ما قلتلكش رايي في العروض، ما قلتلكش رايي في الاكل بتاعهم، لان انا حرفيا لو قلت اي حاجه عليهم دلوقتي هتبقى شهادتي مجروحه جدا. فطلعت بس وريتك بس هو ايه، مكون من ايه اصلا، وحكيت لك القصه كامله. عارف ان بعد الفيديو ده هم يكلموني، انا مش عايز اي حد يكلمني، اعتذركم خلاص وصل. وانا طلعت قلت اللي حصل وبس كده. دي كانت عروض جرام النهارده التاج كده، لو انت عايز تطلب منهم اي حاجه كلهم ب 100 جنيه. طبعا ما تنساش طبعا تعمل طبعا فول عشان نوصل المليون، واسيب لك لينك تحت اليوتيوب عشان تروح تعمل سبسكرايب عشان نوصل ل 100 الف. خلاص قربنا جدا جدا. وكالعاده دوس كوتش، السلام عليكم.